وازق طيفان يعود إلى أهله بعد أشهر من احتجازه. عمه يفضح المستور وردة فعله تبكي الملايين. عادت قضية فواز القطيفان لتتصدر محركات البحث، حيث تم الإعلان عن تحريره بعد أشهر من احتجازه وعودته إلى أهله. في التفاصيل، أعلنت إذاعة شام أف أم عبر تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر عن الموضوع، حيث جاء في التغريدة عن لسان والد قطيفان محمد قطيفان لشام أف أم: وضعوا فواز ضمن صيدلية في مدينة نوى بريف درعا الشمالي بعد أن تم دفع الفدية، ونحن في الطريق لاستلامه وهو بصحة جيدة. ألف مبروك عودة الطفل فواز. هذه القضية قضية الرأي. وقد تفاعل المتابعون مع الخبر معربين عن فرحتهم بخروج فواز ومتمنين أن يكون فعلا بصحة جيدة. بدوره نشر الممثل السوري عبد الحكيم قطيفان على حسابه الرسمي على إنستغرام الخبر وقال: وأخيرا بعد انتظار مرير وقاس وطويل وخطر، عاد الملاك البريء لحضن أهله الدافئ. ألف الحمد لله على سلامتك يا عم فواز، وألف مبروك لأهله وعائلته. أنا بحب أبلغكم إنه الحمد لله يعني إحنا جمعنا مبلغ في السياق انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة تحرير فواز واستقبال أهله له، الذين بدوا فرحين جداً برجوع ابنهم لأحضانهم. يلا اضحك اضحك يا فواز، يلا اضحك. الحمد لله لكل الحمد لله يا رب. وين يا زلمه قلت ادور عليك تروح على الشركه؟ وين انت؟ والله ما في شبكه، والله العظيم ما في شبكه. كان دور على الشركه. وفي فيديو اخر ظهر فواز في حضن عمه الذي تحدث عن شعوره قائلا: ان شعوره لا يوصف في هذه اللحظه، كما توجه بالشكر لكل من وقف إلى جانب العائلة وساندهم. يا عمري يا عمري الله يكسر يديهم حبيبي. شو شعورك سيد مصعب؟ والله ما بنوصف شو شعور، ما بنوصفش، يعني كأني طاير السع بين السماء. وكانت قصة فواز قد عادت إلى الواجهة بعد وفاة ريان المغربي الأسبوع الماضي، الذي علق في البئر لمدة 5 أيام في إقليم شفشاون في المغرب. وعرفت قضية فواز وهو من قرية إبطة في ريف محافظة درعا بعدما نشر محتجزوه مقطع فيديو له وهو يتعرض للمضايقة بهدف إجبار ذويه على دفع فدية كبيرة مقابل إعادته إليهم، وتبلغ 500 مليون ليرة، ما يعادل نحو 143,000 دولار. باسم عائلة قطيفان باسمي بتشكركم واحد واحد، نحن ممنونين وعاجزين عن شكركم، بتمنى. وفي السياق انتشر فيديو لعم فواز يروي تفاصيل أخذه، حيث قال إن دراجتين ناريتين أخذتا فواز وكان على واحدة منهما امرأة أشارت إليه ليحتجزوه ويهربون بحسب ما قالت له الأخت الكبيرة. المرأة المخمرة دلت على الصبي بشكل واضح وصريح، الكلام هذا سمعته